مرحبا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. انا والحب كاع الفيديوهات ان شاء الله تولوا تشوفوني انا والحب، حتى تولوا تطلبوا منا حتى يدير قناه ان شاء لا لا الله. ولكن اللي بغى يتبع يتبع في الانستغرام، كدير هادشي ديال الشعر ديال الميك اب، خطيره خطيره. وحتى لي برودوي ديال الوجه، يعني لي برودوي اللي زوينين وكيفاش. المهم دخلتكم واحد الدخله زربت عليكم. اغا تشوفوا مشرحتيش لي من بعد شنو خصنا نديرو. لا مازال ديك حتى الميطه التالي. ورا كتشوفوني انا راه ما دايره لا ميك اب لا حتى شي حاجه، درت غير شي صنايقه. سير الجمال الطبيعي، سير الجمال الطبيعي، فهمتي واش تقولوا؟ هذيك خيتي البشره ديالها زوينه نقيه مزينكه من عند الله. المهم صايبات ليا ساره شعري، كي جاكم؟ المهم راه شعري اصلا راه كان اصلا ما كيشدش ليا بوكلي اصلا، فاش كنديرو في شعري اصلا هاد اصلا بقيت كنعاودها بزاف. المهم هاد الفيديو اللي قلت لكم ان شاء الله دابا غنديرو فيديو ديال الميك اب، غديروا ليا ساره هي اللي غدير ليا الميك اب وغتقاد ليا اللوك وداكشي، وفي نفس الوقت غتوريكم اشنو كيدار الاول، اشنو اللي كيدار من بعد، اشنو خصكم ديروا، الفرشاة اللي تخدموا بها، كلشي داكشي غديروا معاكم دقه دقه. ولا بغيتو حتى تعلموا لي لوك، دخلوا عندها الانستغرام، راه كتلوح لوكات خطيرين، شي حاجه اللي بروفيسيونيل. ماشي بزاف. لا والله الا كتصايب ميك اب خطير، غير هي حاقره راسها، ولكن انا ما حاقراش، ان شاء الله توصلي بعيد وترجعي على رجليا. يلا البنات دابا غنبداو الفيديو باش ما نطولش عليكم في المقدمه، ودابا غنبداو البنات. هي غتقول لكم داكشي اللي غدير ليا. المهم هضري في الفيديو ديالي، غتهضري في الفيديو ديالكم، كتهضريش فيه، وضحي لي. المهم هي راه ماسحه وجهها ودايره لاكريم، غندير ليها برايمر. البرايمر المهم هذا على حساب لي بور وعلى حساب باش هي بشرتها دهنيه، ما زعما ما كيخليش زعما ما غاديش يبان داكشي معلك. مزيت مزيت اش معلك. غدير ليا حجباني، ولكن اللي كيقول اش كدير حجبان كشنو كديري؟ انا ديجا كنت دايره الميكرو بليدينغ، وها نتوما كتشوفوا، ولكن دارت ليا حاجب هكا داير وحاجب هكا، حيت انا اصلا عندي هذا الحاجب طالع شويه. المهم اللي كنستخدم هذا هو اللي كندير، دير بينفيت، وكندير انا هاد النمره 3 زوينه، يعني هي اللي كتجيني خفيفه ما كيبانش داكشي معيق. دابا كملنا البنات الحجبان، ها هما شو ما بقاش داك الفرق بحال الاول. المهم دابا غتحدد لي البنات حجباني. المهم دابا عاد بانوا الحجبان مزيان من بعد ما انها حداتهم، عاد ولاو كيبانو دابا مقادين. المهم البنات دابا غنبداو في الخدمه ديال العينين، غتخدم لي عينيا بهاد الباليت، ها نوريكم اللوينات اللي فيها. دابا غنبداو البنات بهاد اللون.
نمسح لك هذا الشيء اللي طاح هنايا لتحت باش من بعد نقادو. ديال ديبورا شحال النمرة؟ 04 ماط. خليو الميك اب بحال هكا، بغيتو تلصقو الشفران البنات، وهذا هو اللوك النهائي كي جاكم خطير. المهم هي صايبات ليا شعري او ميم طو دارت ليا الميك اب، ميك اب لي زوين صافي كيبان داكشي على حقو وطريقو. هذا هو اللوك النهائي، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف على قلبكم.
واللي بغات الانستغرام ديال سارة راه غتلقاه في صندوق الوصف، غنخليه لكم وغنخلي لكم الانستغرام ديالي، ودخلوا كاملين هجموا عليها وقولوا لها راه جينا من عند غزلان. وما تنساوش تشوفوا الفيديوهات ديالها كاملين زوينين وتعلموا منهم، كتعلم ايطاب باي ايطاب.